خلونا ناخد معانا على التليفون سيادة السفير الدكتور صلاح حليمة نائب رئيس المجلس المصري للشؤون الإفريقية. أهلا بك سيادة السفير. أهلا بحضرتك أستاذ المشاهدين. أهلا بحضرتك سيادة السفير. كنت بتكلم على مسألة ما الشراكات وتعزيز هذه الشراكات ما بين مصر وإفريقيا من جهة، وأيضا خدت ده وعملت زي حرف عطف، هي العلاقات ما بين مصر و أصدقائها وأخواتها العرب من جهة أخرى، يعني الدور المصري في ربط العلاقات العربية الإفريقية لمواجهة تداعيات الكورونا من جهة وتداعيات الحرب في أوكرانيا من جهة أخرى. أعتقد هي مقاربة في منتهى الذكاء، وأنا حابب أشكرك على هذا الطرح. العفو يا فندم، أشكرك. لأن احنا يعني صراحة هناك طروحات في هذا الموضوع بينظر إلى القارة الأفريقية كأنها امتداد للمنطقة العربية، والمنطقة العربية امتداد للقارة الأفريقية، وأن البحر الأحمر للوصل بينهما وليس للفصل. صحيح. هناك دول عربية أفريقية حوالي 10 دول بيشكلوا حوالي 350 ألف نسمة، 350 مليون نسمة، هما أغلب الشعوب العربية في القارة الأفريقية. وبالتالي هذا التزاوج ما بين الجانبين هو تزاوج جغرافي سياسي. مصر هي محور هذا التزاوج ما بين الجانبين، هي قلب العالم القديم بحكم الجغرافيا السياسية، وبالتالي يمكن أن يكون هناك تعاون إيجابي وفعال بين الجانبين حتى ولو من خلال الآليات السياسية المتمثلة في الجامعة العربية والاتحاد الأفريقي، وايضا المنظمه المستحدثه حاليا مؤخرا منذ سنتين، وهي مجلس الدول العربيه والافريقيه المتشاطئه على البحر الاحمر. لا شك ان تداعيات كورونا السلبيه والتداعيات السلبيه للازمه الاوكرانيه، فضلا عن تغيرات المناخ، وده عامل ثالث اود ان اضيفه، لهما تاثير كبير جدا على مشاكل الخاصه بالطاقه وبالغاز وبالأمن الغذائي وبالأمن بصفة عامة، سواء في منطقة الخليج أو البحر الأحمر أو في القارة الأفريقية. فمكافحة الإرهاب أو تحدي الإرهاب وتحدي القضايا السياسية وتحدي الاقتصادي والتحدي الاجتماعي للمشاكل التي تجمع بين الجانبين يمكن مواجهتها بخلال التنسيق والتشاور، بل وإقامة نوع نسميه ولو قطب جديد في نظام دولي متعدد الأقطاب يجمع المنطقة العربية مع القارة الأفريقية. وهذا يمكن أن يحدث من خلال الآليات الثلاثة التي أشرت إليها. التحديات الحقيقة هناك تحديات أمنية وتحديات سياسية وتحديات اقتصادية وتحديات اجتماعية بتأثير قضايا سابقة قديمة وقضايا أخرى مستحدثة، وهما الثلاث قضايا الأساسية التي أشرت إليها: تغيرات المناخ وأزمة الكورونا، وأيضا جائحة كورونا وتغيرات المناخ والأزمة الأوكرانية. هذه الأمور جميعا أعتقد يعني يكون من الأصوب ومن الحكمة أن يكون هناك تعاون بين كافة الأطراف العربية والإفريقية من أجل مواجهة هذه التحديات، سواء ما يتعلق منها بتوفير استثمارات ودخل استثمارات أساسا من منطقة الخليج لدفع عملية التنمية المستدامة في القارة الأفريقية والمنطقة العربية في إطار برنامج الأمم المتحدة 2030 والاتحاد الأفريقي 2063. ومن خلال هذا الأمر يمكن التغلب على التحديات الأمنية والتحديات الخاصة بالأمن الغذائي والتحديات الخاصة بالطاقة والخاصة بالمياه والخاصة بكافة المشاكل السلبية التي نجمت عن العوامل الثلاث التي أشرت إليها وجعلت المنطقة تواجه تحديات ضخمة لا يمكن التغلب عليها إلا من خلال العلاقة القوية المتينة بين الجانبين، وبإمكانية أيضا مساعدات من الخارج في إطار أن تكون هذه المساعدات عادلة وتراعي ظروف القارة الأفريقية بصفة خاصة، وأن تكون أيضا من أجل أن يكون هناك نوع من الشراكة العادلة بين كافة الأطراف. طيب سيادة السفير، يمكن يعني لو أذنت لي، هناك بالتأكيد مشتركات ما بين الدول العربية بشكل عام وما بين القارة الإفريقية بشكل آخر، إلا أنه
هل تستطيع مصر خلق مشتركات جديدة؟ يعني نعلم جيدا أن هناك استثمارات عربية لا بأس بها في القارة الإفريقية، لكنها ليست لا بالحجم ولا بالكثافة المطلوبة لخلق تنمية واسعة مستدامة في القارة الإفريقية. هل من الممكن أنه يحصل فعلا تعاون حقيقي ما بين القارة بدولها الـ54 وما بين مصر والمنطقة الخليجية وسائر الدول العربية؟ العرب لديهم الطاقة والاستثمارات، وإفريقيا لديها القوى العاملة والمواد الخام، والاثنين لديهم سوق واسع. هل من الممكن خلق هذه المشتركات والعمل عليها؟ هل إنه القارة الإفريقية اللي لازالت لديها أيضا تداعيات أخرى متعلقة ببعض إن الدول ليس فيها من الاستقرار السياسي ما يسمح بعمل هذه الاتفاقات أو الشراكات الواسعة؟ أنا أعتقد أن هذا أمر وارد وممكن، والتحديات التي فرضت على القارة الأفريقية والمنطقة العربية سواء ما كان منها كتقليدي أو ما هو مستحدث كما أشرت تفرض على الجانبين التعاون والتنسيق والتشاور بل والاتحاد من أجل مواجهة هذه التحديات. زي ما حضرتك تفضلت وتكلمت عن منطقة الخليج، تملك الطاقة وتملك رأس المال وتملك أيضا التكنولوجيا، والقارة الأفريقية تملك الموارد الطبيعية والثروات الطبيعية الغير يعني غير مضبوخة وغير متوفرة في أي مكان آخر زي القارة الأفريقية، وهي غير مستغلة وغير مستثمرة، سواء كان ذلك فيما يتعلق بالأمن الغذائي، مساحات شاسعة من الأراضي، صحيح، ثروة حيوانية ضخمة، ثروة بحرية كبيرة جدا، يعني أيضا ثروات تعدينية لا حصر لها. هناك فرص كبيرة جدا بعد إنشاء منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية لأن ينشط أن تنشط العلاقات التجارية البينية الأفريقية والأفريقية العربية. هناك تم في فترة دراسة مصر اتحاد أفريقيا، وحتى الآن كما تفضلت مصر تستطيع أن تلعب دورا متعظما ومتناميا أكثر مما كانت من سنة 2019 حتى الآن. مصر بذلت جهدا كبيرا في بنية تحتية في القارة الأفريقية غير مسبوقة، أيضا استثمارات ضخمة في قطاعات إنتاجية عديدة من أجل في الآخر أن يحصل نوع من النشاط التجاري في إطار المنطقة التجارية المنطقة القارية الأفريقية الحرة. وهذا أمر أيضا هناك اتجاه نحو إيجاد نوع من البنية التحتية بالعرض وبنية تحتية بالطول في إطار القارة الأفريقية، سواء كانت سكك حديدية أو ربط كهربائي أو كانت طرق برية طرق نهرية. نحن نتحدث أيضا عن طرق قومية، خط القاهرة كيب تاون، خط ربط بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط، أيضا منطقة الحزام والطريق. مصر لعبت دور حيوي وتستطيع أن تمارس هذا الدور بشكل أكبر، ويمكن في هذا الصدد أن تكون السعودية هي الدولة التي تتعاون مع مصر في هذا الإطار. السعودية لديها من قدرات مالية ضخمة وتكنولوجيا حديثة بالتعاون مع الإمارات أيضا. كل هذه الأمور لو حدث نوع من التعاون أساسا وهو أمر وارد وممكن جدا ما بين السعودية ومصر بصفة خاصة، ولو بداية من مجلس التعاون مجلس الدول العربية والأفريقية المتواطعة على البحر الأحمر، لأن هم أعضاء في هذا المجلس وهدفه الأمن والتنمية، وهما المطلبان الرئيسيان للمنطقة العربية وأيضا للقارة الأفريقية. ومن خلال الآليات التي أشرت إليها سواء الجامعة العربية أو الاتحاد الأفريقي وهذا المجلس يمكن أن نصل إلى تحقيق أهداف منشودة على النحو الذي يجعل من المنطقة المتكاملة العربية مع الأفريقية قطب جديد في إطار نظام دولي متعدد الأقطاب. صحيح. أنا بشكرك جدا 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 سيادة سفير الدكتور صلاح حليمة نائب رئيس المجلس المصري للشؤون الإفريقية.